لأن الإنسان أو حزب التجمع الوطني الأحرار جعل الإنسان كمحور للتنمية، وهو بالفعل لأن الإنسان هو الرأس مال الحقيقي لأي بلد. إلى بنينا بنادم راه بنينا بلدنا. لهذا الإخوان كيغسلين كباب على القطاع ديال الصحة والجودة ديال التعليم باش ممكن نعرف واحد الانطلاقة اقتصادية أو تنموية بصفة عامة شاملة. ونحن في حزب التجمع الوطني الأحرار فخورون بإنجازات ممثلينا ووزرائنا في القطاعات التي أشرفوا عليها وأعطت نتائج إيجابية. بالنسبة للإخوان على المستوى ديال الإقليم حسيمة، تنظيمياً بالنسبة للإخوان عرفنا أو قطعنا أشواط هامة. بداية بدينا بالتأسيس ديال الاتحادية، من بعد الكتابة الإقليمية الشبيبة، منظمة الكتابة الإقليمية لمنظمة المرأة، ومجموعة من المكاتب ديال الشبيبة المحلية. كما أننا فتحنا نقاش واسع مع مجموعة من الجماعات الترابية وبالخصوص المكاتب المسيرة، ونجحنا بالفعل، وكان ذلك بالمجهودات الجبارة للأخ المنسق الإقليمي السيد عصام الخمليشي.